تتميز الدراجة فيغاس 8 بولزاغنس الجديدة من فيكتوري باحتوائها على جميع إمكانيات دراجات التجوال العصرية والتصميم الحديث للهيكل، بالإضافة إلى دعمها بالعديد من الإمكانيات التقنية المتطورة لتصبح واحدة من أكثر دراجات فيكتوري تميزاً. مثل ما عودتنا شركة فيكتوري الدراجات النارية بالسنوات الخمسة اللي مضيت بإنتاج دراجات بالتصنيع فيكتوري بالاشتراك مع مصمم الدراجات الشهير العالمي أرلين نيس وابنه كوري نيس. بسنة 2011 قامت شركة فيكتوري بتصنيع دراجة ليميتد، بس هالمرة بالاشتراك مع حفيده لأرلين نيس زاك نيس، واللي هي الدراجة فيغاس 8 بول زاك نيس. منحت الإضافات الفنية واللمسات الساحرة لزاك حفيدة الأسطورة أرلينس تميزاً أكبر لهذه الدراجة، وأصبح توقيعه المثبت عليها بالإضافة للرقم التسلسلي بمثابة العلامة التي تمنح صاحب الدراجة امتيازاً وتفرداً وهو يقود هذه الدراجة المميزة من فيكتوري. قامت شركة فيكتوري بإنتاج دراجة فيغاس 8 بول زاك نيس لأول مرة بعام 2011. طبعاً تتميز دراجة زاك نيس مثل أي دراجة فيكتوري من نيس سيجنتشر بالسبيشال ديزاين على الدراجة. رح نحكي بالإير بروش اللي هو السبيشال بينت جوب الموجود على الدراجة، السبيشال أكسسوريز، السبيشال ريمز، مثل بتلاحظ بالجريبس، بالميرورز، بالريمز مثل ما حكينا عليها سبيشال ديزاين، الانجن كفرز، بالإضافة لوجود قطعة معدنية على الانجن عليها توقيع زاك نيس وعليها رقم تسلسلي من 0 ل 400 طبعا موجودين بالعالم. بس بايك بيتميز بالإضافة للسبيشال ديزاين مثل ما حكينا، التكنولوجيا الجديدة الموجودة على كل دراجات 2011 بشركة فيكتوري، مثل الانجن صار بس 106 كيوبيك انش، ما بقى في انجن من فيكتوري ب 100 كيوبيك انش، 6 سبيد للنيو ترانسميشن 100,000 مايل ترانسميشن. طبعا اللي بيميز الانجن الجديد العمر الأطول، السرعة الأعلى، والإنتاج الأكبر من هورس باور. يعني الانجن صار بيعطي 98 حصان على الرير تاير، عزم بيبلغ 142 باوند بالقدم. طبعا السرعه الكبيره اللي بتلاحظها على الدراجه كثير مميزه وكثير ملفته للنظر. طبعا عداد السرعه على الدراجه 200 كيلومتر بالساعه، بتسكره برياحه بالدراجه. تتميز دراجة فيغاس 8 بول زاغنس بشكلها العصري الذي يحاكي الشكل التقليدي في بعض جوانبه تعبيراً جديداً لمصطلح الدراجات الخاصة بالتجوال، فأداؤها المثير الناتج عن المحرك الرباعي الأشواط ذو التبريد الذي يعتمد الزيت والهواء هو قمة في الأداء والفرادة في القوة. فهذا المحرك ذا سعة 1731 سي سي وبأربعة صمامات لكل اسطوانة بهدف الحصول على كمية وافرة من العزم من حالة الثبات حتى أعلى معدل دورات للمحرك، وهو ما يتحول بشكل عملي إلى تسارع كبير يبهر من يحظى بتجربة قيادته. سرعة الدراجة سرعة جدا مميزة وملفتة للنظر. طبعا من 0 ل 100 كيلومتر بتجي ب 3.8 سكند. التورك اللي على الدراجة ما فيك ما تلاحظه انت عم بتسوق الدراجة، بتحس الجرافيتي تبع البايك عم بشدك انت عم بتسوق البايك. سموث، مريح بالكيرفز، اعتبار التاير الخلفي بيجي 180 ملم والتاير الامامي بيجي 99 ملم. طبعا بتلاحظ هذا الشيء بيعطيك سهولة كتير بالمانوفرينج، بالطرقات الصعبة، بالطرقات الجبلية، بأثناء الصعود بالدراجة بطرقات صعبة. الدراجة كتير إيزي وكتير سموث، تستخدمها استخدام يومي أو تستخدمها لرحلات طويلة.
طبعا فيغاس 8 بول زاكنس بتعطيك ثلاث اشياء مجتمعه بدراجه واحده، اللي هي السرعه، الديزاين والاريحيه. الديزاين ارلين نيس وكوري نيس عودونا على سبيشال ديزاينز مع فيكتوري او على دراجاتنا بشكل عام، وهلا اجى على الطريق زاكنس اللي هو حفيده لارلين نيس وابنه لكوري نيس ليعملوا لنا دراجه جدا مميزه بشكل عصري وطابع كلاسيكي. دراجة فيغاس 8 بولزاغنس واحدة من أقوى الدراجات التي تنتجها فيكتوري، وهي لا تمنح السائق قوة كبيرة فقط، وإنما تمتعه بالصوت المميز الخارج من محركها الجبار. الدراجة طبعاً هي كاعتبار 8 بول تتميز باللون الأسود، زاكنس دخل علي اللون السيلفر مع بعض الديزاينات داخل السترايبس، الريمز اللي هن من تصنيع أرل نيس، وطبعاً هذا ماركة شهيرة لأرل نيس بتصنيع هذا الريمز وهي مسجلة باسمهم. عن كل الأكسسوريز المستخدمين على الدراجة كلها من تصنيع أرل نيس، طبعاً هذه أكسسوري مميزة جداً، بتجي باكج كامل مع الدراجة بعد، بس ممكن تشتريها أنت من شركة فيكتوري لأي دراجة اعتبار. الستيرينج اللي مستخدمينه على الدراجة المرة كتير مميز وكتير سبيشال ديزاين، ما استخدمته فيكتوري من قبل. طبعا دراجة فيغاس 8 بول زاكنس هي دراجة كروزر، فمنشان هيك بيجي عليها سبيشال سسبنشن مشان يكون مريحة للمسافات الطويلة. السسبنشن الأمامي بيجي تلسكوبك سسبنشن أبسايد داون أدجستبل، السسبنشن الخلفي بيجي سبرينج أندر ذا سيت، بيجي إن ذا سنترال، كتير مريح وكتير بيسهل عليك الطرقات الصعبة. السيت طبعا السيت هو سبيشال ديزاين من نيس فاكتوري، بيكون كتير مريح وكتير سهل بحال كنت تطلع فيه مسافة طويلة للدراجة. طبعاً وعدا عن هيك ممكن تستخدم الدراجة استخدام يومي اعتبار حجمها صغير وما ممكن تعيقك بأي حركة سير أو زحمة سيارات. وبصفتها دراجة رياضية أيضاً، فهي تتمتع بتوازن ممتاز بين الأداء غير العادي وبين المعالجة الفائقة في الحركة، وأمكن تحقيق ذلك بفضل الهيكل والتعليق العالي التقنية إلى جانب فرامل من المستوى العالمي. وقد تم تغليف هذا الأداء القوي داخل جسم أنيق التصميم، وتميز بخطوط منسابة مستلهمة من لمسات تصميم الدراجات الرياضية. البريك سيستم المستخدم على دراجة فيغاس 8 بول زاكنس هو مثل أي بريك تستخدمه فيكتوري على دراجاتها الكروزر، بيجي هيدروليك بريك ان فرونت سينجل ديسك وهيدروليك بريك للرير سينجل ديسك كمان، بس بيجوا سيبريتد مش مثل البيك تورينج بايك بيجوا لينك. الفيول تانك الموجود على الدراجة بيجي بسعة 19 لتر، بيمشي الدراجة تقريبا بحدود 250 كيلومتر. طبعا الدراجة الفيول سيستم الموجود على الدراجة هو فيول انجكشن اوفر هيد كام شافت، بيجي تغذية مباشرة للهيدز، ما بحاجة لسيستم القديم اللي كان بتعير فيه تعيير الفيول انجكشن. الاكزو سيستم اللي مستخدمينه على الدراجة اليوم هو مانو اكزو ستاندرد، بدلنا الاكزو ستاندرد لاكسسوري اللي هو طبعا سويبت فيكتوري اكزوست. هذا الاكزوست شكله حلو، ديزاينه حلو، بالاضافه بيعطي صوت اللي بحبوه الناس على صوت الكروزرز، الصوت الكلاسيكي الموجود على الدراجات الامريكيه بشكل عام. طبعا من احد ميزات هذا الاكزوست باني في كربون سنسور، ما بيخلي كثير الكربون يطلع برات الدراجه، بحال زادت نسبه الكربون برات الدراجه بتطفي الدراجه ليتعدى الدراجه.
سعة خزان الوقود تبلغ 4.5 جالونات لتمنح قائد الدراجة مسافات أطول أثناء التجوال دون الحاجة للتزود بالوقود. أما وزن الدراجة فيبلغ 645 رطلاً.